بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. كذلك ذكر في هذه السورة أمر أمهات المؤمنين عليهن الصلاة والسلام. أنا ربي كلف النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، أما يريد متاع الدنيا فيطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا، ولا يمكثن مهما كانت صعوبة المادية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان توقد نار ممكن شهر أو أكثر من شهر. هذا دليل اللي نبينا عليه الصلاة والسلام ما كانش من المتنعمين بالدنيا، اللي حطام حطام واللي بسمتها خدعة للغافلين. فكان بفضل الله تعالى أمر أمهاتنا عليهن السلام أن اخترنا المكوث مع نبينا عليه الصلاة والسلام، يشاركنه في كل أمره، أمر النبي الذي أتم الله عليه نعمته ورغم كيد الكائدين وعنف الذين لا يعلمون أنهم أقبح أهل العنف بالتمام والكمال. والسلام علينا أمة محمد عليه الصلاة والسلام.